يمكن هي الفقرة بتهم كتير من الأهالي، بتشغل بال خصوصا الأمهات اللي عندهم ولد جديد بده يدخل على الروضة، وفي مشاعر هيك كتير بتكون وما عم تعرف تتصرف اليوم أكيد نوري، يمكن مريتي بهالمرحلة مع ليلي مع أول ما بدها ليلي. تفوت على الروضة، وكان في أسئلة كتير ببالك بغض النظر عن هي المرحلة أو هي السنة أو السنة الماضية اللي كان في كتير ترقب من الأهل بإدخال أطفالهم للروضة بسبب كورونا، وأنه الطفل الصغير ممكن ما يعرف يتعامل مع الإجراءات الاحترازية، ولكن بشكل عام سن دخول الروضة هو سن محير كتير، تصرفات الأهل بتكون محسوبة، إيمت ابني ممكن يدخل، شو السنة المناسبة، هل رح يتقبلها، في أطفال ما بتتقبلها، كتير أسئلة وتفاصيل بتدور بذهن الأهل، وحتى الأولاد بيكون في بعض الأولاد بيكون صعب التعامل وأقناعهم أنه يتركوا الأم ويروحوا للروضة. هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها أكيد الاختصاصي التربوي علي حمدان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك خير يا رب، يا ميت هلا. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن هي المرحلة، يعني دائما الطفل بيكون متعلق بأمه ومعتمد عليها بكل تفاصيل حياته. مرحلة الروضة إذا بنحكي، يعني ما رح نحكي عن مثلا مرحلة الرضع اللي أحيانا الموظفين بيضطروا بأعمار مبكرة، نحن عم نحكي طفل لما يكون عمره سنتين ويبلش بعد السنتين بده يفوت على الروضة. هي المرحلة بيكون أول سنتين من حياته موجود بحضن الأم، يعني كل التفاصيل. هي مرحلة الفصل الأول للرعاية بشكل كامل، كيف بتكون؟ كيف ينهيئ هلا الطفل؟ قديش هيك فعلا بتكون المشاعر مختلفة؟ بتجي هاي المرحلة كتير حساسة، مرحلة بحياة الطفل، لأنه هو بيكون أول انفصال له عن أمه. صحيح. نحن بنسميها كأختصاصيين مرحلة الفطام الثاني، يعني نحن بنعطيها أهمية لأنه هو الطفل أول مرة بينفصل عن أمه بحياته، ولكن بده يكتشف المحيط، بده يكتشف بيئة جديدة، مجتمع جديد، بيكون بدون ما يكون في حدا مقرب منه جنبه، بدون ما تكون أمه أو أبوه أو أخواته هو جنبه، فهو بيحاول إنه يكتشف البيئة بطريقة، البيئة الجديدة بطريقة جديدة، فنحن بنحاول نحن نقوم سلوك الطفل أو نساعده على هذا الموضوع. طبعا هاي الفكره بتنقسم على جزئين، الجزء الاول نحن لازم نهيئ الام كأم، ولازم نهيئ الطفل، يعني نحن قبل ما يفوت الطفل على الروضه لازم نحن نكون التهيئه مو فرضا نحن اذا هو بده يدخل بواحد تسعة كعام دراسي، نحن مو والله بنشتي على 15/8 ونهيئ الطفل، لا، التهيئه لازم تكون على اشهر سابقه، يعني انا كثير بنصح الامهات لما انا الطفل بفرضا السنه الجاي هو بده يدخل روضه، قبل ما يدخل الروضه هي بتحاول انه هي تشتغل عليه انه هو يتنفصل عنه، يعني ليش الطفل بيبكي اول يوم بالروضه؟ لانه بيئه جديده، مجتمع جديد، رفقات جداد، فعم بيحاول انه هو يكتشف هذا الموضوع. هذا الاكتشاف الغريب هو بيخلق عنده نوع من التوتر او من القلق، هذا التوتر او القلق هو بيعكسه على كنوع من البكاء، فانا كثير بنصح الامهات انه هن يحاولوا ينفصلوا عن ابنهم شوي شوي، يعني مثلا اذا هي عندها مشوار بالسوق او طلعه وزياره خاصه او اي شيء، ممكن هي تحط الطفل عند قرايبها، عند اختها، عند بيت جده، عند بيت اختها، هذا الموضوع بيساعد انه هو الطفل ينفصل عنها ويساعد الطفل انه هو يتعود على غياب على غياب امه. الشيء الثاني تهيئة الطفل نفسيا، يعني انا الطفل قبل ما يبدا الروضه مفترضا ب 15 يوم انا بضل اجيب سيره الروضه عنده بشيء ايجابي، انه انا بكره بدي اروح على الروضه، الروضه حلوه، الروضه فيها العاب، نحن بدنا نلعب بالروضه، الروضه فيها بدك تعرف فيها على رفقات جداد، بدك تلعب بالمعجون، بدك تلعب بتتعلم فيها بالاحرف، هذا الشيء بيساعد على تشكيل خلفيه حلوه او خلفيه ايجابيه للطفل للروضه عند الطفل. هذا الموضوع بيساعد الطفل لأنه هو يتقبل الروضة، يعني أنا دائما بنصح الأمهات بفكرة أنه أنت طفلك عم يبكي، طيب هو عم يبكي ليش عم يبكي؟ طبعا له جواب، يعني انا الطفل ما عم يبكي والله من الفراغ، هو عم يبكي لانه هو الام تركته، فانعكس شيء من التوتر او من القلق، انفقد الامان تماما، انفقد يعني الامان دايماً عنده، الطفل بحس بانه الام هي صمام الامان بحياته، فاذا حدا بده ياخذها منه فانه خلص انا تماما كل الناس بالنسبه لي غرباء. هي حاله انه لا، مو كل الغريب هو سيء، او مو كل الشيء الجديد اللي رح تتعرف عليه ممكن يكون مخيف ومانه جيد. قد ايه بدها هي الفترة تمهيد؟ خصوصا في كمان كتير امهات ما بيحبوا انه ابنهم كتير يختلط بعمر صغير،
تماماً. هلا انت فتره التمهيد هي بتختلف من طفل لطفل. هلا ممكن طفل ياخذ معنا كبكاء يعني بالروضه، هلا ممكن بالقاعه الدرسيه القاعه بالروضه يكون فرضا عندنا 20 طفل، ممكن 2 3 هن عم يبكوا. هذا الموضوع هو له علاقه بتعلق الطفل بالام، يعني ممكن طفل يبكي ربع ساعة، ممكن طفل يبكي ساعة، ممكن طفل يبكي ساعتين، ممكن طفل يضل 3 أيام وهو عم يبكي أول ما يجي على الروضة. أنا كنت أبكي من أول ما فوت على الروضة لحديت ما يجيبوا ماما يرجعوها على الروضة. هذا النوع له علاقة بتعلقك بالأهل، تعلقك بالأم، مدى تعلقك فيها. يا هل ترى الأم سابقا بالأشهر السابقة هي متعودة أنه أنت تنفصلي عنها؟ هذا الموضوع كتير مهم. أنا بنصح دائما الأمهات أنه هن ينفصلوا عن أولادهم فرضا ساعة أو ساعتين. ليش؟ الطفل عم يبكي ليش؟ لأنه هو فقد شعور الأمان، بده وقت لحتى هو يتكيف أنه أمه ما أنا موجودة، بده وقت لحتى هو يآلف على رفقاته، يآلف على الروضة، يآلف على المكان الجديد. فهذا الموضوع مو أنه والله أنا شيء آلي، أنا فقدت كبسة زر، كبسة زر وخلص مشي الحال. لا، الطفل هو شخصية، فبده وقت هو لحتى يآلف ولحتى يتكيف مع رفقاته. فبيختلف من طفل للتاني، طفل بياخد ربع ساعة، طفل بياخد فرضا ساعتين، في عنا أطفال بياخدوا مثلا 3 أيام. ممكن طفل يجي أسبوع ما عم يبكي، نكتشف نحن الأسبوع اللي بعده أنه هو يبلش يبكي. طيب خلينا نحكي معك، يعني قلت جملة أنه الطفل يعني مش بكبسة زر أنا فيني وجهه أو فيه يتأقلم. خلينا نحكي عن الخطوات الصحيحة لتهيئة الطفل، لأنه كثير من الأخطاء الشائعة بترافق هي المرحلة. كثير ممكن من الأفعال بيقوموا فيها الأهل بفكروا أنه هنا فعلا عم يشتغلوا الصواب، لا، بتأثر على نفسية الطفل. خلينا نبلش خطوة خطوة. لما أنا فعليا عم هيئه ببداية عام جديد أنه لا فيني أنا دخله مثلا مرحلة الصيف اللي فيها هي طبعا نشاطات وقصص كتير لهيئه لحتى يدخل مثلا الروضة مع فصل الشتاء، في كتير تفاصيل يمكن وتساؤلات عند الأهل. خلينا نبلش خطوات صحيحة وسليمة لحتى فعلا أنا أقدر أضمن أنه بعد فترة أنه يتأقلم، لأنه مرحلة الروضة جدا مهمة للأطفال. طبعا. بتأثر على نفسيتهم بشكل كتير كبير وبتأسس على شخصيتهم. هلأ بالبداية نحن نشتغل على التهيئة النفسية، يعني أنا قبل ما تبدأ الروضة فرضا ب15 يوم أو بشهر أبضل بذكر الروضة بالشيء الإيجابي، أنه الروضة حلوة، فيها ألعاب، فيها رفقات جداد نحن بدنا نتعاشر معهم، بدنا نندمج معهم، فيها أنشطة حلوة. طبعا أنا دائما بذكر موضوع اللعب عند الطفل، لأنه أنا ما بدي أذكر موضوع التعليم، هو بيكون كطفل متعلق بالألعاب. صحيح. فيه ألعاب حلوة، فيها رفقات جداد، بدك يصير عندك حياة حلوة. طبعا هذا الشيء بيعكس الإيجابي، الطاقة الإيجابية عند الطفل باتجاه الروضة. يعني أنا كتير نقطة مهمة، مثلا الأم ممكن تكون عم تحكي مع أختها على التليفون، أنا أكلي هم ابني شو بده يصير فيه، مين بده يطعميه، مين بده يشربه، فهو سمع هذا الموضوع، هذا الشيء السلبي هو سمعه. فهو شو عمل لما سمع هذا الشيء السلبي؟ هو خزنه عنده وعكس على شخصيته، عكس على أسلوبه. لا، أنا لازم دائما أذكر الروضة أمام الطفل بالشيء الإيجابي، هاي اسمها تهيئة نفسية، تكيف نفسي. أنا بدي أعكسه على حالي كأم لحتى ينعكس على طفلي. أنا متى ما جبت شيء بالشيء الإيجابي، إنه الروضة حلوة، الروضة مفيدة، بدك يكون عندك رفقات جداد، انعكس هالشيء الإيجابي على الطفل. إذا حكيت فيه بشيء سلبي، هو حتى لو ما عم وجه له الكلام، ممكن أنا أكون عم وجه الكلام لرفيقتي، لأختي، لزميلتي، هو سمعه، خلص هو خزن هذا الموضوع. الشيء الثاني، ممكن أنا قبل ما تبدأ الروضة فرضا ب15 يوم أخذ الطفل زيارة على الروضة. أحيح. زيارة لحتى هو يتعرف على المكان. سبق وحكينا أنه هو عم يبكي ليش؟ لأنه هو ما ألف المكان، ما ألف رفقاته، ما ألف الأنسة، ما ألف الجو المحيط، الجو العام، البيئة الجديدة اللي هو بده يختلط فيها. فأنا لما بأخذه لو مرتين بالأسبوع، أغلب الروضات بيكون عندهم هن نادي صيفي، فأنا لما بأخذ الطفل على هذا النادي الصيفي، هو عم بيألف على المكان، عم يتعود أنه أنا هذا المكان اللي إجي عليه في ألعاب بدي ألعب، في رفقات أنا بدي اندمج معهم، بدي شكل حياة جديدة وبيئة جديدة، فهو بيكون آلف عليهم. لهذا الموضوع هو العامل النفسي كتير مهم. ممكن الأم كمان ممكن بالبيت هي فرضا تأخذ الموضوع كلعبة، يعني تعمل فرضا أنه هي دور الأنسة وهو وأخواته الطلاب، أو هو دور الأستاذ وهي وأخواته دور الطلاب.
فهذا الشيء بيخلق نوع من الفرحة عنده أو نوع من التحبب أو نوع من الطاقة الإيجابية اللي هو ممكن يعكسها، يكون مشتاق لحتى هو يروح على الروضة ويكون عنده هذا الموضوع لحتى هو يندمج بالمجتمع أو يندمج بالبيئة الجديدة. فمنحس نحن الطفل بيختلف من طفل للتاني، هذا الموضوع حسب الأمة مشتغلة أو حسب تعلق الطفل بأمه. نحن بنشتغل عليه قبل ما يبدأ بالروضة وأثناء دخول الروضة قبل بأسبوع، يعني قبل ما تبدأ الروضة ممكن هي تتركه فرضا عند أي حدا من الأقرباء أو أي حدا. مثلا هلا منتشر كتير مراكز ترفيه، يعني ممكن إذا بالإمكانية بتسمح أنه الأم فرضا تحطه ساعة بالأسبوع، هاي الساعة هي بتساعد الطفل أنه هو يندمج بجو جديد. يعني نحن برجع بكرر انه يا اما تحط بمركز ترفيه يا اما تحط عند اقرباء درجه اولى، عند اختها، عند بيت جده، عند رفقاتها. هذا الشيء بيساعد انه هو ينفصل الطفل ولكن يتعود على غياب امه. هي الموضوع بس انه هو يتعود، متى ما تعود خلص نحن انطلقنا على الخطوه الثانيه اللي هو خلص بينفصل عنا بدون بكاء. هذا الشيء كثير مهم لشخصيه الطفل ونفسيته. طيب نحن قبل ما نختم حديثنا لليوم خلينا نحكي عن ابرز النصائح اللي بتوجهها لكل الامهات المقبلين على ادخال اطفالهم للروضه. في نقطه كثير مهمه، ممكن الام تحط الطفل فرضا بالروضه ويبكي، متى ما بكي هو قلبه تلقائيا انه لا انا بدي اخذه او لا انا بدي او بدي داوم معه. في بعض الامهات بيداوموا معه او بدي داوم معه او بدي اسحبه، انا ابني ما حسيته مرتاح. مو هو عامل نفسي تكيف نفسي، مو انا ابني اذا مرتاح من اول ساعه لا انا بدي اخذه، معلش بدنا وقت، لانه هو موضوع نفسي. يعني ممكن نحن ككبار اذا مثلا انا عايش باللاذقيه واجيت بدي اعيش بالشام اخذ شوي لحتى اخذ على الجو، نحن ككبر فما بالك كطفل، انت بدك شوي يعني اعطيه المساحه. اهم شيء انت تعطيه المساحه لهو لحتى هو يتكيف، هي النقطه. وانا هيئه بطريقه منيحه، واذا كان هو عم يبكي مو انا مباشره انه انا اسحب الطفل او يصير عندي رده فعل، لا هذا الشيء غلط، لانه هو البكاء بعد ساعه هو خلص بده يتاقلم مع رفقاته، بده يندمج، فتعطيه مساحه من الوقت لحتى هو يكون قادر انه يندمج مع اطفال او الروضه. نشكرك أكيد على النصائح اليوم، ويمكن هي مرحلة مهمة بتمر فيها كل أم، بس مع الخطوات الصح تمر بسلام ويكون إلى أثر إيجابي على حياة الطفل بشكل عام. نتشكرك كثير وشكرا لك. شكرا كثير لكم.